قولي على قامتي، أخدوه؟ قولي على حظي، ما عرفت إذا بده يرجع أو ما بده يرجع؟ لا يا أمو، ما حكوا شي، حتى وقت سألته لأبي ما رد علي، ما حكى شي. ليش شو عمل حتى أخدوه؟ ما بعرف، هذا اللي صار يا أمو، هذا اللي صار. قولي على قامتي، راح هو زعلان مني، يبعت له حمى لساني ما كنت أقدر عليه. شو بدك تساوي هلأ أخي؟ ما بعرف، بدي انزل على دائرة التحري لشوف شو القصة وأفهم شو عم يصير. روح يا أمو، روح، الله يرضى عليك، روح وارجع طمني. ماشي يا أمو، يلا رايح رايح. قولي على قامتي إن شاء الله، قولي علي عليك يا أبو حسام، يبعت لي حمى إن شاء الله، يبعت لي حمى. اضرب على هالأبو عصام، شو حظاته قلال، ما لحق يتهنى برجعته ببيته وولاده إلا رجعوا أخدوه مرة تانية. يا حصرتي ولي لطفية، ما قال لك جوزك ليش أخدوه؟ لا يا عمو ما حكى شي، بس راح وراه لحتى يعرف شو صار. ولي على قامتي، راح وراه بس ما يدقوا فيه هو التاني؟ بعيد الشر عنه، يا على عيونك شو هالمناطق هي؟ لك المناطق سعادة البني آدم، ليش شو عامل حتى ياخدوه؟ قليلي لك يا أم زكي، الفرنساوي ما عنده لا كبير ولا صغير، الله يخلصنا منه على أهون سبب يا حق. آمين يا رب العالمين يا رب.